السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم مختلف، لكن أحببت أن أريكم شيئا قد يستغرب منه كثير من الناس، وهو موضوع حرق الجثث التي يعتقد كثير من الناس أنها عادة هندية قديما اندثرت، مع أنها عادة الآن أصبحت قد تكون أكثر من الدفن مستخدمة، يعني أكثر من الدفن في الدول الأوروبية. هذا فيديو ألماني يريكم كيفية حرق هذه الجثث، ونحمد الله على نعمة أن جعل الدفن من شعائر الإسلام، وقال الله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، ونسأل الله العافية. سترون كيف تحرق الجثث، لن ترون جثة ولكن سترون طريقة حرق الجثث كيف يفعلونها. بداية هم يستخدمون توابيت خاصة وأفران خاصة. هذا التابوت مصنوع من خشب، حسب ما ذكروا في تقرير أن هذا الخشب أكثره لا يبقي رمادا وإنما يذهب مع الدخان، يصبح يعني شيئا يذهب مع الدخان لكي يبقى رماد الجثة فقط، نعوذ بالله من نار الدنيا ومن نار الآخرة. طبعا يضعونه في الفرن بدرجة حرارة 850 درجة مئوية، يدخل إلى هذا الفرن، يغلق عليه وتشعل عليه النار، وكأنها يعني تجربة لنار الآخرة وليس كنار الآخرة شيء. هنا سأريكم شكل هذا الفرن من الداخل، ويكون بهذه الطريقة تقريبا. هذه تكون الحجرة العليا، يدخلون فيها التابوت الخشبي وبداخله الجثة، ويبدأ الحرق. يستمر الحرق لمدة ساعة حتى إذا صار رمادا يكنسونه. هذا هو الرماد الجثة، كنسة ونزل إلى مكان خاص، هنا ينزل ومن ثم ينتقل إلى هذه العلبة أو الصينية، وسترون ماذا يحدث فيها. هذه يشرحون كيف أن الدخان ينتقل من هذه الأبواب الصغيرة وكيف يتخلص منهم. يتكلمون عن موضوع يتعلق بالبيئة، ليس هو موضوعنا. والآن هذه الجثة بعدما احترقت، انظر كيف يعني يعاملها كما نعامل الفحم، الذي فحم الشواء وما شابه ذلك. انظر الآن ماذا سيفعل، انظر كيف يكنسها ويضربها بالحديدة، يريد كأنه يعني ليفتت العظام أو ليسرع عملية تفتيت العظام، عظام هذا الميت بعد حرقها، نعوذ بالله. شيء يعني يدهش له الإنسان، يدهش له الإنسان، سبحان الله. طيب الآن ينتقل إلى، شوف عظامه هذا، الآن بعدما انتهى أو انتهت عملية الحرق يحمل الرماد الذي نزل. هذا هو رماد الجثة بعد حرقها، لا إله إلا الله. طبعا هم وضعوا فيه هذه الفخارة التي كتب عليها رقم أو يكتب اسمه أو رقم ليعرفوا أن هذا رماد جثة فلان. الآن قد يصفى من الجثة إذا كان قد ركب مفصلا صناعيا أو حديدة، هذه السفود الذي يركب على العظم إذا كسر أو ما شابه ذلك، هذه حديدة كأنها حديدة مفصل اصطناعي.
الآن انظر بعد ذلك، بعد أن أزال الحديد، كيف يفتت العظام، وبعد تفتيتها يضعها في المطحنة. إن أين مولة مطحنة هذه التي تطحن. والآن انتهت عملية الطحن ووضعه في هذه الجرة ووضع عليه الرقم وأغلق. شوف، هذا بعد عملية الطحن يريك كيف أنه يدخل مغناطيس ليزيل إذا كان هناك شيء حديدي بقي، شيء من المسامير التي بقيت بعد الحرق، مسامير التابوت أو ما شابه ذلك، يزيلها. والآن يطلي هذه الجرة ويضع عليها الصمغ ليغلقها بإحكام. قانونا عندهم بعد أن يفعل ذلك يجوز لهم الاحتفاظ بهذه الجرة في المنزل بحسب ما أذكر 3 سنوات، وبعدها توضع في مكان خاص. فأسأل الله أن يعافينا ويعافينا من سننهم ومن أعمالهم، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجيرنا ويعيذنا من نار الدنيا ومن نار الآخرة، إنه عفو كريم غفور رحيم بعباده. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.